السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باقين مستمرين مع جديد محترفي المغاربه، وغادي نشوفوا ايضا في هذا الفيديو مفاجاه المدرب البوسني واحد خليل وسيتش. ولكن قبل ما ندخلوا في التفاصيل، مبدئيا الحكم فيكتور غوميز مرشح بقوه لنهائي دوري ابطال افريقيا بين الوداد الرياضي البيضاوي والاهلي المصري، وكلنا عارفين ان هذا الحكم وكما كنقولوا بالعاميه عنده غير نيشان، لان الاعلام المصري حتى الان باقي كيتباكى وكيقول لك ان رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم فوزي القجاع داير مؤامره وما الى ذلك. وطبعا هذا الشيء كامل ما منه والو، بل اكثر من هذا كيقولوا لك ان البطوله موجهه. اما عن نهائي كاس الاتحاد الافريقي اللي غادي يكون بين نهضه بركان وفريق اورلاندو، فغادي يقودوا الحكم الزامبي جانيسي كازوي. وطبعا المباراه غادي تكون غدا ان شاء الله على الساعه 8 مساء. واكيد كمغاربه كنتمنوا كل التوفيق لممثلي الكره المغربيه، وان شاء الله البطوله وداديه بركانيه. اما عن ايمن برقوق، فالبارحه توج مع نادي الالماني انتراخت فرانكفورت بلقب الدوري الاوروبي اليوروبا ليغ، وكان الاحتفال ديالو بالعلم المغربي، وللإشارة فقط ملعب ولا دقيقة واحدة في المباراة. السلام عليكم، معكم أيمن برقوق، أنا كنهدي الكاس أوروبا ليغ للمغاربة كاملين، الله يحفظكم ديما مغرب. من بعد هاد التتويج خرج المدرب البوسني واحد خليل وسيتش وفاجئ اللاعب عبر حسابه الرسمي في الانستغرام، وقال بالحرف: باسمي وباسم كل طاقم المنتخب المغربي، تهانينا الحاره لايمن برقوق بعد انتصاره في نهائي الدوري الاوروبي لموسم 2021 و2022 رفقه فريقي انتراخت فرانكفورت. من بعد انهال التعاليق على خليل وسيتش من قبل الجماهير المغربيه عقب تهنئته للاعب ايمن برقوق، بحيث كاين اللي طالبوا بضروره اعادته الى صفوف المنتخب المغربي وكاين اللي رفض ذلك، ولكن الغالبيه الساحقه تمنوا ان لا يكون ايمن برقوق ضمن قائمه اللاعبين. وانتم كتتفرجوا في الفيديو واش مع استدعاء ايمن برقوق او ضد تواجده رفقه المنتخب المغربي. اما عن امين حارج، فباختصار شديد صحيفه بلاد الالمانيه قالوا ان نادي شالكا حدد مبلغ التعاقد مع الدولي المغربي في 10 ملايين يورو، يعني اي فريق بغى يشري عقد ديال امين حارج فقط يدفع 10 مليون يورو بعد ما كانت واصله القيمه التسويقيه ديالو لاكثر من 30 مليون يورو. عموما كنتمنوا ليه كل التوفيق وحد السعيد فريق نهضه بركان في مباراه الغد، وقولوا لي في التعليق شنو التوقع ديالكم لهذه المباراه. وفي الختام كيبقى راي ديالكم، وخير كلامي ما قل ودل. وكالعاده كان معكم اسلام، في امان الله ومع السلامه.